اللي هقول لكم عليه دوت منهج. لو ربنا احياني ان شاء الله ارزقني الصدق والاخلاص فيه يا رب، هتموا معاكم باذن الله تعالى وتنفذوه مع نفسنا واولادنا، وهنعمل ورش ونتكلم ونقول ونسمع اسئلتكم باذن الله تعالى. تربوا على نفسكم والجيل اللي جاي، سواء انتوا كنتوا بتربوه او بتربوا او امهات او تربويين ايا كان. لو عندي امهات عايزه العلا والعزه لدينها والاسلامها، عايزه اولادها يرفعوا رايه الاسلام، وان ربنا سبحانه وتعالى يكمل لها على خير. رب توفاني الله عز وجل قبل كده، اتموه انتم. نبدا بسم الله، اكتبوا وراي. مجموعه الاخلاق والسلوك والقيم، الايمانيات اللي يجب ان احنا نتدارسها. تخلف منهج العقيده ده هنقوله لوحده. منهج السلوك، اليقين في موعود الله، ودي تبقى محاضره لوحديها. حسن التوكل على الله، دراسه ايه اسم الله الوكيل، زائد انواع الصدق واحوال الصادقين، بتاع حوالي 7-8 محاضرات. البدء فيها من سن 7 سنين، وقبلها ممكن تعريش خفيف بخطوط كده وقصص عريضه مناسبه لكل مرحله. لو انا هبتدي من 3.5 وابني مستوعب معايا. رقم 2 هنتكلم عن حب الله عز وجل وحب الرسول. رقم 3 هنتكلم عن الحياء والعفه بس والتعفف. موقف من ونقول المواقف ديت قابلتهمنا ازاي في طوفان الاقصى، لما دخل ويستأذن اصحاب البيت، ممكن اكل الحاجه ديت من اللي محطوطه استئذان، مش من حق، بس استأذن صاحب البيت. ايه ده؟ مع انه موضوع قوه، بس استأذن. تعفف ازاي؟ فقه الجهاد والمجاهدين والمرابطين ايه؟ رابع حاجه هنتكلم عن الصبر. طبيعي طبيعي اللي فيه دوم صبر غير اعتياد، احنا محتاجين نتعلمه. والمثابره، المثابرة لحال الدنيا وحال الدنيا، وللطلب الخير وللتحصيل كمان، دنيا وآخرة. خامس حاجة هنتكلم عن الهمة والعزيمة، وإزاي يبقى عندي دايما تطلع لمعالي الأمور وترك الهيافة وفسافس الأمور. معلش هنتعلم الكلام ده. الصلابة النفسية والهشاشة النفسية، وإزاي يبقى عندي صلابة نفسية من الكتاب والسنة. سادس حاجة هنعمل يعني إيه نسعى السعي الحلال، إيدك وظيفة. سابع حاجة الإيثار ومعنى العطاء وحب الخير للغير، معنى العمل التطوعي، شروطه بتبدا منين، ونبتدي من سن 10 سنين من الكلام ده، ونشوف ازاي الورش تنزلهم على ارض الواقع. ادعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا، وان شاء الله هحاول ابسطها لكم على الشاشه. طبعا دي بتبقى بدورات، بس انا هنحاول نبسطها على الشاشه ان شاء الله. تامن حاجه هنتكلم عن السعي في تحصيل مهنه جنبها جنب تحصيل الدراسه. انت بتعلم ومعاك مهنه. وهنا ارجعوا للحلقه بتاعه شرح خريطه ابن سينا التربويه، لان دي من اجمل الحلقات اللي موجوده بتتكتب. قلت لكم المقوله بتاعه ابن سينا تتحط كده بميه دهب وتتعلق في كل بيت. ارجعوا الحلقات دي وتلاقوها على اليوتيوب. تاسع حاجه هندرس فقه الاولويات، عشان ما اروحش اعمل حاجه هايفه وانا عندي اولويات، وايه الاولى والواجب والمهم والعاجل واللي لا يؤخر، وايه اللي يفوض وايه اللي ما ينفعش افوض فيه. عشر حاجة نتعود على قول الحق. ازاي؟ ازاي قول الحق؟ نية وقولا وفعلا وجوارح. ازاي؟ اوعى نسكت، نتعلم ازاي؟ اوعى تسكت عن اخذ حقك، ودي الورش بتاعتها ايه ومن الكتاب والسنة ايه؟ اوعى تتغاضى او تسكن او تسكت عن حق الاخرين، ودي مرتبة اعلى شوية. هنتعلمها وخصوصا لما يحصل تعارض ما بين مصالحك الشخصية وما بين الامر ده.